وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين يا فندم في المهندسين؟ البطل أحمد عبد العزيز. إن شاء الله. هيا يا بنات. ها؟ يا مستر. مركزين معايا؟ كله مركز؟ حافظين؟ فاهمين؟ أكلين؟ شاربين؟ نايمين؟ أدب الطعام؟ مفيدة ونافعة. السلوك العام؟ مفيدة ونافعة. صلة الأرحام؟ مفيدة ونافعة. أدب الطعام؟ مفيدة ونافعة. صلة الأرحام؟ مفيدة ونافعة. السلوك العام؟ مفيدة ونافعة. السيرة؟ السيرة. السيرة. لحظة بس يا عمري يا فندم. تاكسي ولا فصل مدرسة؟ مالك حضرتك؟ ايه اللي ضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ لا 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 لا، دول بنيتي عندي في الفصل، لازم يذاكروا عشان مستقبلهم. ايوه طب ذنبي انا ايه حضرتك؟ لا حضرتك ما ينفعش وما يصحش. ما ينفعش، لان حضرتك لازم تفهم ان في حاجه اسمها تربيه وتعليم. ايوه مش هنا حضرتك؟ لا، التعليم في اي مكان، في اي حته. يا استاذ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل ايه حضرتك؟ انا بشتغل سواق تاكسي بالنهار وبالليل مدرس، ومدرس خصوصي جوه التاكسي بتاعي. تمام. في حاجه مضايقه حضرتك؟ اشرح مين يعني؟ لا حول ولا قوه. حضرتك حاقد بقى وهتبص لنا في الشغلانه. لا لا لا، حضرتك بتبص لنا في الشغلانه. بنتي عفريني، ذاكري. حاضر يا مستر. ذاكري، ما تهزريش مع صاحباتك. كل يعني ماشي؟ كل مكان. وانت يا دغرومه، ثانيه واحده فانوس، عارفه لو عكستي حد من صاحباتك اقسم بالله انت عارفه انا بعمل ايه؟ انزل ولا انزل فين حضرتك؟ انا هوصلك مشوارك وركوب التاكسي زي النزول منه ولا في ايه حضرتك؟ انت يا بت يا هدى تعالي. خمسة بخمسة بكام؟ عشرة. خمسة بخمسة بكام يا اختي؟ عشرة. خمسة بخمسة بعشرة؟ خمسة بتفتحيني قدام الركاب؟ خمسة تعالي. بخمسين؟ تعالي اقسم بالله تعالي. خمسة بخمسة خمسة وعشرين. ماشي؟ بس مش عايز صوت عم يديك الشوكليتة. دي الشوكليتة. دي الشوكليتة. دي الشوكليتة. يا مش كريم بس حضرتك اديها شوكولاته يا عيد، ما تكسبنيش معايا. خليك مربي فاضي. ادب الطعام مفيدة ونافعة. صلة الارحام مفيدة ونافعة. السلوك العام مفيدة ونافعة. والصراع الصراع الصراع الصراع. دي طريقة جديدة في التعليم اسمها طريقة مهرجني امهرجك. مش عايز كلام. مش عايز كلام، احنا مركزين. كله يعمل الهوم ورك بتاعه. انا 10 دقايق واقف فيكم في الريست بتاعنا المتعارف عليه، وهشوف الواجب كلنا عملناه ولا لا. اوكي عبقرينو. 6 في 6 بكام؟ 36. عبقرينو. دي مولود على ايدي. بحبكم يا كلاب. انت دقرب. انت يا استاذ بص قدامك. انت هتموتني. انت راكب معايا تدمرني. انت بتشتتني عقلي. هسلمك. العلوم المعرفيه بتقول ان اي مطب يجي لك لازم رد فعل يبقى موازي له في الم... انت حضرتك زينك موتني. لا لا لا، حضرتك بتبوظ. انا مش عارف. ادب الطعام مفيدة ونافعة. صلة الارحام مفيدة ونافعة. ادب الطعام مفيدة ونافعة. صلة الارحام مفيدة ونافعة. ايه الصراع؟ الصراع. لا لا، الصراع بنجيبها من فوق. ايه الصراع؟ السيرة. طب ايه السيرة؟ السيرة. برافو برافو يا بنانين، برافو يا ام امير. حضرتك من فضلك محتاجين ان هم يعملوا تغيير استنجابي. يلا قول بصوت عالي. ادب الطعام مفيدة ونافعة. صلة الارحام مفيدة ونافعة. ادب الطعام مفيدة ونافعة. صلة الارحام مفيدة ونافعة. والسلوك العام مفيدة ونافعة. برافو عليكم، علشان ظبطتوا اللحن. الحمد لله حفظوا تمام. كل واحد فيكم النهارده ليه عندي بونبونايه. طب والشيكولاته؟ لا، الشيكولاته عند عمو. انا عايزه بس صوت. اهو قول لعم اهو. انا عايزه. يلا يلا، خش على عمو. خش على عمو. خش على عمو. يلا يلا، خش على عمو. يلا خش على عمو. يلا بينا. ايه ده؟ كده غلط. يلا وانتوا شغالين. وانتوا شغالين. اسد الطعام صلة الأرحام مفيدة ونافعة. طب طبعا يا عمو جامد. أسد الطعام مفيدة ونافعة. صلة الأرحام مفيدة ونافعة. طب أنا أعمل إيه يعني؟ أنا أعمل إيه يعني؟ إيه السيرة؟ يعني مفيش حد يستحمل ده أبدا. اللي أنت بتعمله ده غلط. البنت محتاجة الجاكيت. يا عم أنت اللي بتعمله ده إيه بقى؟ سوق ولا خير؟ يلا مشينا من هنا. خد صلح الكشاكيل. صلح الكشاكيل. خد صلح الكشاكيل. خد يا عمو صلح الكشاكيل. لا مالي يا عمو. ايه السيرة؟ اوعى يا اخي على ابو
لا ايه بس بقى اخلص ستوب ستوب انزل بقى اخلص ايه انزل بقى حضرتك كده انزل نزيع بقى الحلقه دي ولا ما نزيعهاش؟